السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا اليوم راح نقدم لكم طاجين الزيتون بطريقتي وبتقديم خاص ليا. تبعوا فقط الفيديو للاخر وراح تكتشفوا كيفاش راح نقدم طبق طاجين الزيتون. طبعا الكل يعني يعرف يديره، لكن انا رايح نديره بطريقتي الخاصه. هنا عندنا الزيتون هاوليك بعد ما خليته منقوع، خليته في الماء تقريبا ساعتين، والان راح نعطيه غليه فقط مع برش تاع القارص ونحيه. هنا عندي اطراف الدجاج حسب يعني افراد العائله حسب المقدور. عندي هاوليك، عندي فلفل احمر، فلفل عكري، عندي ثوم، عندي بصل، عندي زنجبيل هاوليك، وعندي ملح وزيت. نقلوا هاد المواد كامل مع بعض، وعندي ورقه تاع روند، عندي ورقه تاع روند. نقلوا مليح هاد البصل والثوم، فلفل عكري، زنجبيل، ملح ورمد. لما يتقلى مليح هذه المواد واش نعمل؟ نضيف طماطم مصبرة، ملعقة طماطم مصبرة، خليها تتقلى معاه. بعد ما تتقلى الطماطم المصبرة نضيف حبة طماطيش مرحية حب، الآن هاي ليك هاو تقلالنا، نضيفو شوية طماطم هاو ليك تقريبا ملعقة، البصل انا هنايا عملت زوج حبات متوسطين، عملي شويه كميه البصل باش تجيك المرقه عاقده، تجيك خاتمه. الان نضيف طماطم مرحيه، نضيف الجزر. انا ها كيفاش قطعته هكذا يجي جميل في الطبق. نضيف الجزر، نضيف الزيتون اللي عندنا، شوفوا الوان والله جميله، دجاج زروديه وزيتون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الان انا هنا واش ندير؟ نمرق هذا الطبق
مرقوا بالماء سخون، نغلق على الطاجين تاعنا، نخليه يطيب. لما يطيب تماما رايحه نرجع لكم نوريه لكم في طبق التقديم.